اهلا بيكو جريد فور هنشتغل مع بعض دلوقتي جنرال اكزام على الكونسبت الاول انرجي اند ديفايسز والاكزام ده متقسم ل 6 اجزاء بارت اي اي كي بي كويشنز اللي هي اسئله بنك المعرفه بارت بي ترانسليتد مينستري تشانل كويشنز اللي هي اسئله قناه الوزاره علوم وترجمه لساينس بارت سي مينستري تشانل كويشنز دي اسئله قناه الوزاره الساينس العادي جدا Part D: School Book Questions أسئلة كتاب المدرسة ودي أول مرة تنزل السنة دي. Part E: Ministry Models، نماذج الوزارة السنة اللي فاتت. Part F: أظهر Exam، امتحان أزهر كده كان السنة اللي فاتت. نشوف كده Part A: Energy is the ability to do work. Which of the following is considered energy؟ مين في دول energy؟ أكيد electricity. Which kind of energy not produced by the sun? ميكانيكال انرجي لكن الصن بيطلع منها هيت وبيطلع منها لايت. طيب. اللي بعده. how does energy change form when person rides a bike؟ يبقى الانرجي تشينج هتحرك من ال A هتتحول من ال كيميكال كيميكال انرجي to كيناتيك انرجي. اللي بعده. compare and contrast battery with a yoyo. يبقى أنت عايز تقارن بين البطري واليويو. بالنسبة للبتري الينرجي انبوتس بتاعتها هتبقى كيميكال انرجي طيب والينرجي اوتبوتس بتاعتها هتبقى الكتريك انرجي طيب نشوف كده اللي بعده اليويو الانرجي انبوتس بتاعتها بوتنشال انرجي طب والانرجي energy بتاعتها هتبقى kinetic انرجي تمام؟ How does energy change form when rocket takes off؟ لما صاروخ يطلع لفوق يتم إطلاقه يبقى الانرجي energy change هيبقى إزاي؟ المفروض when fuel is burned الكيميكال انرجي تشينج تو كاينتيك الكتريك والثيرمال انرجي تمام نفس الفكره بتاعت السنه اللي فاتت بتاع الترم اللي فات لما يقولك ايه اللي بيحصل للكار فيول ايه اللي بيحصل للكار فيول الانرجي بيحصل لها ايه فكنا بنقول ان احنا لما بنحرق الفيول الكيميكال انرجي تشينج تو والكتريك وثيرمال اللي بعده جايب لي اكزامبل انيشال فورم اوف انرجي اللي هو انرجي انبوتس تشينج فورم اوف انرجي اللي هو انرجي اوتبوتس بلاكينج ا جيتار سترينج يعني لما اشد آه وتر او خيط بتاع جيتار هيبقى الميكانيكال يتحول لساوند طيب رايدنج ابايك معروفه الكيميكال يتحول لكاينيتك سولار كوكر اللي هو الفرن الشمسي الفرن اللي بيستعمل سولار بانل علشان يشتغل يبقى اللايت يتحول لسيرمال لانه فرن تمام اللي بعده روكت فيول الكميكال لسه قايلها فوق يتحول لإلكتريك، وكاينيتك وسيرمال تمام اللي بعده، بارت بي Light energy results from using electric bulb of A energy اللايت light energy اللي طالعة من الإلكتريك bulb. ليه طلعت؟ لان احنا استعملنا انرجي اسمها ايه؟ الكتريك طب ذا بلانت ستورز كلمه ستور يبقى ده نوع من انواع البوتنشال انرجي انرجي ويتش ترانسفير فروم هيومن اند انيمالز اند انيمال بوديز ديورينج ايتينج ايه البلانت اللي بيخزنه كيميكال انرجي طيب ذا انرجي مي بي كونفرتد تو انذر فورم Which is not used by the devices and it is called escaped energy أو بنقول عليها wasted energy. اللي بعده. energy is not space nor created. يبقى is not destroyed nor created. But عايز تقول convert ماشي. عايز تقول change ماشي. عايز تقول transform براحتك. تمام؟ The energy that is produced from device is called a energy outputs. لكن consumed energy اسمها ايه؟ Energy inputs. تمام؟ اللي بعده. Choose the sun produced light energy used by plant and stored in form of chemical. لسه قايلينها. Energy input of television. مين ال energy اللي تدخل للتليفزيون؟ ال electric. تمام؟ اللي بعده. electric power stations use coal which store, store يبقى ايه chemical energy inputs of mobile phone يا yeah, electric يا yeah, chemical مين في دول اهي the food stores chemical sound energy produced from electric washer not used يبقى دي اسمها wasted energy energy is not created nor destroyed but it ده اسمه ايه كونزرفيشن خلي بالك ده ايه انرجي conversion كونزرفيشن نقرا كلمه كويس مين كونسيدرد ذا موست امبورتنت ساوند انرجي ريزلت فروم فان الساوند اللي طالعه من الفان doesnt carry out function مش بتقوم بوظيفه الجهاز يبقى دي اسمها اسكيبد او ويستد ديفايسز بتعمل ايه من فورم تو قول change، قول convert، قول transform براحتك. True or False؟ From the energy outputs of piano اللي بيطلع من البيانو إيه؟ Chemical؟ لأ. Electric energy is considered from energy inputs of electric fan. أيوة هو الـ input. Energy chain help us to know how energy transform from its Transfer from its source. أيوة. اللي بعده يعني ايه الـ energy transfer يعني ازاي الطاقه بتنتقل من الصن ايوه ما الصن طالع منها لايت light والlight energy بتتحول لكيميكال جوه البلانت وكمل بعد كده The energy result from using light bulb اللي طالع من light bulb مين light When the sub dispenser is pressed لما تدوس على sub dispenser the potential consumed and A is resulted kinetic on rubbing hands, resulting energy is a أنا بدور على السيرما الملئتهاش فالإجابة ال ال يعني الأصح هنا هتكون sound the source of energy in alarm is batteries لما يقول batteries يبقى store a chemical function of electric heater is to heat water وظيفة السخان إنه يسخن مية but it produces some noise بتطلع منه ضوضاء not important in its operation مش مهمة في تشغيله يبقى دي اسمها wasted energy consumed energy in Mars rover ال consumed energy في Mars rover يا إما تقول electric يا إما تقول solar Mars exploration rovers use بيستعمل حاجتين يا إما لونج تيرم باتريز يا إما سولار بانل فطبعا هي الموجودة دلوقتي سولار بانل جرين بلانتس convert لايت light energy from sun into chemical which form of energy not used or produced when you turn on electric bulb لما تشغل لمبة ايه اللي مش بيطلع وايه اللي مش بستعمله؟ انا بستعمل ال electric وبيطلع light و بس الساوند هو اللي ملوش علاقة بالقصة اصلا طيب which sentence show energy changes in flashlight تغيرات الطاقة اللي في الفلاش لايت اللي في الكشاف in correct order بالترتيب الفلاش لايت ده شغال بباتري يبقى كيميكال يتحول ل electrical يتحول ل light when you eat orange your body converts a energy into a energy أكيد بيحول الكميكال chemical ل when you use the handbell مين ال energy change to sound energy؟ ال kinetic لأنه handbill مش electric بحركه بإيدي during running of player the chemical energy inside his body is converted to kinetic وإيه؟ kinetic و light ولا kinetic و thermal؟ thermal لأن جسمه بيسخن لما بيتحرك ويجري output energy when playing drums إيه ال output اللي طلع من الدرامز الطبلة؟ sound وين بيس اوف كول از بيرند مين الانرجي البروديوسد ثيرمال You feel warm when you rub your hands together. بتحس بدفع لما تفرك إيديك مع بعض. ليه؟ لأن الكاينيتك اتحول لسيرمر. If a energy doesn't go through television's wire, it will not turn on. الإنرجي اللي لو ما مشيتش في السلك بتاع التلفزيون مش هيشتغل. يبقى إلكتريك هي الكهرباء اللي تمشي في الأسلاك. سبيس كرافتس يوز تيرم باتريز لونج تيرم طب ريموتلي كنترولد تويز نيد ايه تو موف نيد انرجي ساينتستس دونت نيد تو اندرستاند انرجي مش عايزين يفهموا الانرجي لا الكلام ده ما ينفعش كيميكال انرجي ترانسفورم تو الكتريك ان باتريز اه طب باتريز ستور كاينتيك الباتري بتخزن كاينتيك ازاي هيومن سنت لوتس اوف ميشنز to Mars يعني الإنسان بعت رحلات أو بعثات للمارس which include astronauts؟ لأ طيب نشوف اللي بعده mention the consumed energy أو the energy inputs of the following اذكر ال consumed energy أو the energy inputs في دول يعني الإلكتريك فان يا ترى مين ال energy input بتاعتها؟ إلكتريك انرجي طب الكار car مين ال energy input بتاعتها؟ ال chemical energy بتاعت الفيول تمام طب الهاند بيل مين الهاند مين الانرجي انبوت بتاعتها هتبقى الكاينيتك طب الراديو مين الانرجي انبوت بتاعتها هيبقى الكتريك خلاص شوف اللي بعده resulting انرجي او الانرجي ان اوتبوتس هنا عكس السؤال مين اللي طالع من الجهاز الكتريك بالب مين طالع منها سيرمان اند لايت الموبايل فون اللي طالع منه كتير قوي اكتب kinetic عشان لو في فايبريشن اكتب ساوند اكتب لايت ايه تاني اكتب سيرمال ووشنج ماشين ايه اللي طالع منها الوشنج ماشين طالع منها kinetic تتحرك طالع منها ساوند طلع منها سيرمال عشان ده جهاز بيسخن طب غيره الهير دراير اللي بيطلع منها كاينيتك المروحه اللي بتتحرك وساوند صوت الموتور وسيرمال بتاع الهوا البلانت اللي طالع منه طالع منه هو مخزن الايه هو بياخد اللي بيدخله لايت طالع منه ايه او مخزن جواه ايه الكيميكال خلاص match the sun source of most energies on earth law of conservation of energy يبقى energy is not created nor destroyed escaped energy اللي هي resulting energy from device but not important inputs اللي هي consumed energy part D بيقول unusable energy produced from electric lamp unusable يعني unusable ملهاش استعمال يبقى مين؟ الـ Thermal اللي طالعة من الـ Electric Lamp ملهاش الإستعمال energy doesn't destroy nor create from nothing this indicates a law of conservation of energy أو conservation and transformation of energy the produced, the produced energy from radio reflect its main function يبقى sound غيره Idea of design and work of robot فكرة تصميم وعمل الروبوت

is إيه؟ input energy اللي دخله ل ال curiosity mean هتبقى electric اللي بعده complete the following model أنا عندي إيه؟ استعملناه في ال electric lamp فطلع إيه؟ ال energy يبقى دي electric energy used in electric lamp فطلع thermal و light تمام سهلة complete the following model To describe energy transformation in Mars exploration vehicle يبقى ده تبع curiosity تمام نشوف Determine the inputs and outputs of the system حاضر يبقى أول حاجة نكمل الموديل ده Sun مين energy received in the solar panels مين الانرجي energy اللي تدخل للسولار panels؟ سولار energy طب بتطلع تلات حاجات used in sensors energy of the robot مين الثلاثة؟ إلكتريك، كيناتيك، وسيرمل فالسؤال بيقول مين الإنبوتس؟ الإنبوتس أهي سولار. طب مين الأوتبوتس؟ اكتبهم لي التلاتة دول تاني. طيب نشوف اللي بعده. Draw a model showing energy chain system when using solar panels to light the roads. يعني أنا عايز أرسم energy chain بيستعمل السولار بانل علشان ننور الرودز يلا اعمل لي انرجي تشين اول حاجه ابدا إنرجي تشين بايه صن بعد كده الصن تطلع سولار انرجي تدخل لمين تدخل للسولار بانل السولار بانل هيحول السولار انرجي لالكتريك انرجي والالكتريك انرجي هتدخل جوه اللامب اللمبه بتاعه الشارع فاللامب هتحول الإلكتريك إنرجي لمين؟ للايت وثيرمال. مين السيستم إنبوتس؟ مين الإنبوت اللي عندي؟ سولار، تمام؟ وإلكتريك برضو، عشان ده الإنبوت بتاع السولار بانل والإلكتريك ده الإنبوت بتاع اللام. طب مين الأوتبوتس الأوتبوتس اللي هي اللايت والثيرمال. What are conversions of energy in this?

Mars is located a few meters away from Earth لا فيو meters ايه؟ ده 54 مليون كيلومتر اللي بعده There is energy loss when energy is transformed from one form to another لا طبعاً مفيش energy loss ال energy بتتحول لكن مفيش loss كلمة loss معناها ان هي راحت فقد مش هينفع مفيش فقد

نكمل the produced sound energy the sound energy help hair dryer to do its function لا طبعا the sound energy ده wasted energy في ال في ال hair dryer. طب ال energy chain of burning candle نشوف الترتيب بتاعها chemical energy بتتحول ل thermal light اه طيب اللي بعده scientific term form of energy stored in battery of remote control مين اللي stored chemical energy طيب With energy of computer, أكيد thermal, robot vehicle that can be controlled from distance and used to explore surface of Mars, مين الروبوت بتاع Mars؟ Mars rover Curiosity. The energy produced from playing guitar, إيه energy اللي بتطلع من الجيتار؟ sound. طب device used to convert electric to light, مين؟ اكتب electric bulb أو lamp. طب energy produced when wood Of trees is burned. إيه ال energy اللي بتطلع لما بتحرق wood؟ Thermal. طيب اللي بعده. Energy can neither be created or destroyed but only converted from one form to another. مين ده؟ Law of conservation of energy. طب kind of energy produced from electric heater and burning coal. مين اللي مين ال energy اللي بيطلع من الاتنين دول؟ Thermal energy. طب ال energy produced from blender. Help in doing its job. مين الإنرجي اللي بتطلع من الخلاط وتساعده إن هو يقوم بوظيفته؟ الكيناتيك. مين سورس اوف إنرجي فور موست فورمز اوف إنرجيز؟ صن. بس هو بيقول إيه؟ بس تمام كده خلاص. اللي بعده كومبليت تو اوبريت إلكتريك ميكسر. وي يوز اسمه إلكتريك ميكسر. يبقى أنا بستعمل إيه؟ إلكتريك إنرجي. طب إنرجي كان بي إيه فروم ون فورم تو أنذر؟ تشينجد، كونفيرتد، ترانسفورم براحتك. In energy chain, some of energy is lost in form of. بص هنا بيتكلم عن the escape or wasted energy. في الغالب في الغالب بيبقى في شكل heat. خلاص. The energy produced from battery battery.الénergie بتطلع من البطارية and used to operate toy car اسمها ايه؟ Electric energy. طب the electric lamp convert mean the light to heat electric energy. اسمها الكتريك لامب ان الكتريك هيتر مين الانرجي كونسيرد از انبوت انرجي انبوت والكتريك يبقى ايه الكتريك انرجي طب السيرمال انرجي تبقى ايه اوت بوت انرجي طب زي موبايل فون كونفرت كيميكال انرجي ستورد ان باتريز انتو ايه وايه اكتب براحتك عايز تقول الكتريك عايز تقول كاينيتك عايز تقول سيرمال عايز تقول ساوند عايز تقول لايت عيش وين يو رايد ا بايسيكل مين ال energy stored in your body؟ Chemical هتتحول لإيه؟ Kinetic حليناها كتير The energy is produced from washing machine مين ومين؟ Kinetic thermal sound براحتك On Mars planet Curiosity robot can be operated for long period of time by using إيه؟ Energy from sunlight يبقى سولار، converted into energy to recharge its battery، بيقول إن الإنرجي دي بتعمل إيه؟ recharge، بتشحن البطارية، يبقى دي إيه؟ electric، ما أنا بحول السولار لإلكتريك، complete between brackets in battery of toy car، مين الإنرجي energy to electric؟ كيميكال، طب curiosity designed to explore Mars. Electric wires are made of copper. When you use handbell, mean the change to sound kinetic. اللي بعده. When you turn on light bulb, electric energy travels through wires. الكهرباء تمشي في الأسلاك. The hair dryer will electric water kettle. بيطلعوا إيه energy thermal هاي معقولة. The produced إيه energy doesn't help blender do its job. أكيد الساوند هو اللي مش بيستعمل في حاجة. When piece of coal is burned يبقى thermal energy produced. ال car عايزة A to move fuel. To keep playing with toy car we have to replace battery. What happened? Your hand is approached يعني قربت من lighting electric lamp. يبقى I will feel warm. Choose. a plugged in lamp يعني لمبة متوصلة بكهرباء هتحول energy ايه لايه اكيد electric للايت فين اهي as energy transform from one form to another some of it is lost in form of ايه بتبقى heat ندخل على اخر حاجة امتحان الازهر choose the inputs of electric bill بيقول هنا ايه electric bill يبقى الـ input ايه electric during running mean consumed يبقى مين اللي بستعملها يبقى الكيميكال. خلاص نشوف اللي بعده. اسئلته على فكره عايزه تركيز شويه الازهر. سورس اوف انرجي ان الارم ان باتريز ستور ايه؟ عدينا على السؤال ده قبل كده. يبقى ده معناه ان الازهر بيحب اكتر اسئله قناه الوزاره. آه، تمام؟ يعني ولو جابوا طبعا حاجه من النماذج مش هنقول لهم لا بس برضو ما ايه حابين شويه موضوع قناه الوزاره. سورس اوف انرجي ان الارم is batteries which store ال battery store ايه chemical distance between earth and mars 54 years in any device there is no energy loss but energy convert from one form to another ايوه electric and thermal energies are outputs of of hair dryer electric يبقى output ازاي اللي بعده احنا خلصنا كده شكرا